برج محطتنا التالية مع عالم التغذية، وفيها رح نستعرض أبرز النصائح للصائمين خلال فترة شهر رمضان المبارك. واليوم مساحتنا الغذائية مخصصة لمرضى السكري، متى يسمح لهم بالصيام؟ شو الخطوات اللي لازم يتبعوها؟ كل الأسئلة رح تجاوبنا عليها أخصائية التغذية إيفانا خضر اليوسف. يسعد صباحك ورمضان كريم. رمضان كريم، نعاد عليكم. صباحك حبيبي. هلا إيفانا، كيفك؟ بونجور. هلا تمام. اليوم رح نحكي عن صيام مرضى السكري. بالبداية خلينا نعرف، هل يسمح لمرضى السكري بالصيام؟ وإذا يسمح لهم إنه أمتى؟ هلا بشكل عام عندك الصيام، سوري، مرضى السكري برمضان في مراحل لمرض السكري. ففي ناس اذا كانت مرحلتها متقدمه بالمرض ما فيهم يصوموا الا تحت اشراف طبيب، وفي ناس لا، اذا كانت بيقدروا يتحكموا بمستوى السكر تبعهم بيقدروا يصوموا. ليش؟ اصلا رمضان خلال شهر، هذا الشهر الفضيل، الاشخاص اللي بيقدروا يتحكموا بمستوى سكر الدم تبعهم بيعتبروه هذا مثل كانه مرحله لحتى يحسنوا اسلوبهم الحياتي واسلوبهم التغذوي، ونفس الوقت يعالجوا حالهم بالارتفاع او هبوط السكر. اما مثل ما قلت، الاشخاص اللي بيكون عندهم تقدم فما بيقدروا اصلا، بيعتبروه كمشكله او كمعضله انه هو يصوموا. بس خلينا نحكي، يمكن مرض السكري يمكن هو كمان مرض دائم، يعني مرض العصر فينا نقول. فاللي بيقدر يصوم شو هو الخطوات اللي لازم يتبعها؟ يمكن فينا نحكي عدم بذل جهد، تجنب اكل مأكولات معينه. هلا عشان يقدر يصوم في ثلاث شغلات لازم يعملون. اول شيء يستشير الطبيب الاخصائي تبعه، لانه قلت لك كل حدا له حاله، فاذا وافق الاختصاصي الطبيب الغدد او السكري انه يصوم مريضه، بهذا الشيء بده يتعلم انه هو شلون بده يتحكم بمستوى السكر الدم، بيضل عم بيراقبه. في الاشخاص مثلا انه يتناولوا اكثر من 2 لـ3 جرعات انسولين او ادويه، هدول ما فيهم يصوموا. لما الاشخاص اللي عم يتناولوا هالكميات بيقدروا يصوموا. بعدين قبل رمضان باسبوع بده يبلش بقى شو يعمل، يعود حياته او اسلوب التغذوي وغذاء وفطور وغدا وعشاء يكون قريب لنمط رمضان. يعني بده يقلب بقى السحور شوي، الفطور الوجبتين خفيفات، على هالاساس بيقدر هو يصوم. شو اهم العناصر الغذائيه لازم تتوفر عند الصائم مريض السكري؟ اذا نحكي نبلش بالافطار، تمام، المفروض اصلا يبلش هو بالمي، دغري اول ما يقدن ياكل ما ينطر. المفروض مي، تمر الوجبه الرئيسيه، يبتعد عن الفواكه، العصير ياكله فواكه قطعه كامله، دائما يقلب الكربوهيدرات، ما ياخذ المعقد، ياخذ البسيطه مثل الموجوده بالخبز الاسمر، الالياف، والفواكه اصلا مفيده له، والخضره انه فيها الياف. بالنسبه للبروتينات، البروتينات اللي بتكون البسيطه كمان مثل الدجاج، ممكن نحن احيانا الفول، البروتينات النباتية والحمص هاي كتير مناسبة لأنه فيها ألياف وفيها بروتينات بحاجة له، الجبن البيضة، اللبن. هلأ أوكي، بالنسبة للفطور أي طبخة فيها لبن، الدجاج الأبيض مثل ما قلت، السلطة تكون، ويبلش بالماء والتمر والخبز الأسمر. كمان في سكر الشباب، فينا نقول كمان اللي عنده سكر الشباب وشبابنا اليوم قديش فعليا قادر يصوم؟ هي نفس الخطوات ممكن يتبعها او نفس اللي حكينا عنه هون النقط الاساسيه؟ كثير مهم هو يصوم اصلا. دائما الصيام عندك هو الناس اللي عندها ارتفاع بضغط السكر الدم بتنزل له اياه، اما الاشخاص اللي عندهم هبوط بيقدر هن بس بدهم يتحكموا انه ما يهبط السكر، هن لازم يتسحروا اكيد ويفطروا مثل ما قلنا المصادر الغذائيه، وجبتين خفيفات تكون بيناتهم عباره عن سناكات خفيفه، فواكه او شيء فيه الياف. يمكن الوجبات الخفيفه بين الفطور والسحور مهمه جدا لمرضى السكري، تمام، عشان ما يهبط السكر تبعهم. إيفانا، يعني مثل ما شفنا يمكن بالتقرير اللي قبل ما ندخل بالفقره مع حضرتك، في اكلات رمضانيه وحلويات بتكتر بشهر رمضان، هي طيبه بالفعل. هلا قديش ممكن مريض السكري ياخذ الحصه منها وما ينحرم منها، يعني اذا فينا نقول؟ هلا اكيد فيه ياخذ منه، بس مثل ما قلت بده يتواصل او مثلا يعرف قد ايه بده ياخذ انسولين، بده يكون في شيء انسولين مديد، انسولين قصير مثلا، فهو فيه يتناول نفترض قطعه وعلى اساسه ياخذ الجرعات الانسولين اللي هو مطلوبه، اذا بياخذ مضخه انسولين او ابر انسولين او حتى حبوب منظم للسكري. حكينا مع حضرتك يمكن من الناحيه الغذائيه، خلينا نحكي عن بذل الجهد لمرضى السكري خلال فتره الصيام. هون كمان هي نقطه كثير مهمه، في كثير من الناس غير انه بتروح على مكان عملها بتمارس كثير من النشاطات من الرياضه، بعد الفطور يفضل فينا نقول قبل الفطور شو هي القصص اللي ممكن
يشتغلها. تمام. هلا بالنسبه للعمال اللي كثير بيشتغلوا بالعمل خصوصا هلا بهذا الشو، بيفضل انه ما يصوموا اذا كان معهم سكري، لانه ما راح يقدروا، راح ينزل مستوى السكر تبعهم، راح يصير عندنا مشاكل، ممكن نفوت بقى بسبات او حمضات كيتونيه هن ما بحاجه لها. اما بالنسبه للشباب او الاشخاص اللي ممكن هن ياجلوا لبعد الافطار، يفضل كل جهدهم والطاقه اللي ممكن يبذلوها هن تتاجل لبعد الافطار لحتى يطلع السكر الدم تبعهم، حتى يتناولوا الاكل ويصير في طاقه. هلا مشروبات رمضان كمان بتكون يعني حاضرة على سفرة رمضان، شو هي أهم المشروبات اللي لازم نبتعد عنها مريض السكري، وممكن كمان بعض المشروبات تكون بديلة عنها؟ هلا نفضل نحن يفضل مشروب العصير الطبيعي عن هاي المشروبات، اما هو بشكل عام بالنسبه لمريض السكري ما لازم يشرب عصائر لانه فيها السكر مركز ممكن تاذي. فنحن نفضل انه قطعه الفواكه تكون، المي الموجوده، حتى الكافيين اصلا لازم يبتعدوا عنه لانه ما رح تاذيهم، رح تعملون ادرار بول، رح ممكن تاثر بمستوى السكر الدم خلال الصيام. فهنا يفضل مثل ما قلت اذا ولا بدهم يشربوا العصير الطبيعي ونص كاسه ويبتعدوا عن المشروبات الرمضانيه للاسف هي الطيبه كثير. كل شيء طيب برمضان يعني الاكل والمشروبات هي قواعد صارمه يمكن ما بعرف قديش فيهم يلتزموا فيها. خلينا نحكي كمان عن كميه المي، هي كميه كثير مهمه للشخص العادي، فكيف لمرضى السكري؟ لانه نحن عم نحكي عن ساعات طويله، 16 ساعه الصيام هي ساعات طويله، وبفصل الشوب يعني بفصل الصيف، قديش فينا نقول الكميه الطبيعيه؟ كثير مهم انه كثير يشربوا ما بلشوا الافطار 3 كاسات مي فترة تكون اصلا حتى للاشخاص العاديين، ليش؟ مشان ما يصير عندهم ردة فعل او شنقلوا شوك صدمة للمعدة، بصير عندهم تربك معوي. وعلى السحور كمان يكتروا المي، يبتعدوا عن الاشياء اللي ممكن تخلي المي تستهلك بالجسم، منها ادرار البول او منها مثلا الكافيين، يبتعدوا عن المخللات والموالح. تقريبا فيهم بلشوا 3 كاسات على السحور، 3 كاسات على الفطور، وفي كل ساعة ونص كاستين، فبهالقد هن بدهم 2 ل 3 يمكن بتكون بديلة عن المياه هي السوائل. بتقلك أنا شربت سوائل ما كتير، ما في شي بديل عن المياه، هي نقطة كتير مهمة. ممكن إذا أنت ما فيك تشرب المي نضيف عليها شغلات خضار طيبة نقدر نشربها، ممكن أحيانا الزهورات شوي، المشروبات الشوربات ممكن تستعيد عنها بشي خفيف. هاي للأشخاص بيقولك أنا ما فيني أشرب مي، بس المي هي مي. تمام. إيفانا دايما متركزي على وجبة السحور، قديش هي بالفعل مهمة لمريض السكري، وشو يفضل أنه يتناول على السحور؟ هلا بشكل عام اصلا فتره السحور نحن بناخذه عشان ما ينزل مستوى السكر الدم، ونكون عندنا طاقه وما نحس بعطش او جوع. فكيف اذا شخص عندك هو اصلا سكر الدم بيهبط عنده او ممكن يعلى، فاذا نحن تناولنا للسحور عباره عن المصادر الغذائيه اللي كلنا بنعرفها بكميات قليله، نبتعد عن المقالي، نستخدم حلو زيت الزيتون، الجبن البيض، اللبن، البيض، البقوليات اللي هي الفول والحمص لانه بتشبع فيها الياف وبتعطيهم الطاقه. نبتعد عن المياه الغازيه، نشرب دائما المي، ممكن نشرب الشاي بس قليله السكر. كمان ممكن ندرس الحصص بالنسبه لمريض السكري، الكربوهيدرات تكون البسيطه، معنا عفوا المضبوط، نبعد عن المعقده البسيطه مثل الخبز الاسمر، الحبوب الكامله، الكورن فليكس، كل شيء فيه قمح ممكن هن يتناولوه. فهذا بشيء بسيط انه اذا تناولوه بالسحور هن بيحموا حالهم من هبوط السكر الدم خلال الصيام الطويل، وبنفس الوقت بيعطيهم الطاقه بيقدروا يصوموا. خلينا نحكي عن مشتقات اللبن، الاجبان والالبان، هي بتغيب طيله شهر رمضان المبارك، يعني بتلاقي بين وجبه الفطور والسحور دائما الاكلات الموجوده على المائده هي حاضره بكل الاوقات. قديش مهم ناخذها بفترة السحور تكون تعويض عن وجبة الفطور اللي عادة، يعني في كثير من الناس بتلاقيها ما بتاكل جبنة خلال شهر رمضان المبارك، ولا بيض ولا حليب. تمام. هلا مثل ما قلتي لانه ما بياكلوا، بنخاف نحن انه هن المصادر الغذائية بالنسبة للفيتامين د والكالسيوم والفوسفور ما تكون كاملة خلال اليوم، كل شخص له كمية محددة دوز ياخذوها، مشان هيك لازم هن يشربوا مي، عفوا اللبن الشنينة، اللبن العادي، ياكلوا لبن بخيار، هاي اول شيء بتروي، ثاني شيء فيها فيتامينات الدال والكالسيوم نحن بحاجة لها، ثالث شيء بتحسس بالشبع إذا الأشخاص بنحافظ على وزنهم أو ينزلوا. عنصر مهدئ. وعنصر مهدئ، هذا أهم شيء بأنه دائما بيكون في ستريس بهالأيام. تماما. يعني إيفانا يمكن كل مجمل مرضى السكري بيتناولوا حلويات، آخر شيء بيقولوا لا أنا رح أخذ يمكن سكر صناعي بكاسة الشاي، أو ممكن يزيد جرعة الأنسولين أو أي دواء ممكن يتأخذ. هلا هون شو بتوجهي نصائح عامة لكل مرضى السكري خلال شهر رمضان المبارك؟ هلا كتير مهم أنه أول شيء بالنسبة للسكر الصناعي يفضل أنه يكون سكر
فواكه نحن مفضل لانه هضمه اكثر. واذا ولا بد انكم كثرتوا السكر بدكم اول شيء تستشيروا دكتوركم على بالنسبه للدوز او العيارات اللي بتاخذوها بالنسبه للانسولين، او اذا انت فيك تتحكم بالسكري تبعك فكثير تبعك بيكون كثير كثير منيح. كثير مهم الاشخاص اللي ممكن انه فجاه يصير السكري تبعهم فوق 300 بنلاقي انه هن لازم يوقفوا صيامهم، او اذا هبط لل 60 كمان يوقفوا صيامهم، او 3 ساعات اذا صار السكري تبعهم 70 كمان يوقفوا صيامهم. الاشخاص اللي ممكن يصير معهم شو بيسموا اعراض هبوط السكر اللي هي اعياء، دوخه، ممكن غيبوبه، ممكن وجع بطني، وقفوا صيامهم. الاشخاص اللي ممكن ينصابوا بامراض ثانيه كقرحه، ككانسر، كاشخاص امراض ثانيه قلبيه او كليه بالنسبه ترافق المرضى السكري كمان وقفوا صيامهم. نحن نشكرك كثير ايفانا اخصائيه التغذيه، المعلومات المفيده اللي عم تكون ضمن صباحنا. بنتمنى الصحه والعافيه ان شاء الله يا رب، وصوم مقبول للجميع. امين يا شكرا رب. شكرا لكم، الف عافيه. يعطيك الف عافيه.